يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار، تبدو منيرا فينا تنهل بالأمطار. يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار، تبدو منيرا فينا تنهل بالأمطار. ما أطيب الأيام إذ نحيا على لقياك يا خير الأثر، بتألق والمسرح المزدان والأفكار تهميك الدرار. ما أطيب الأيام إذ نحيا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم. نحن الآن على هامش هذا الملتقى في الفعاليات المصاحبة للملتقى الصيفي في عام 33. اليوم إحنا في كوفي شوب، يعني فكرة جدا رائعة، سنأخذ هذه الفكرة وما تقدمها مع أحد الشباب القائمين على هذا الكوفي شوب يعني الموجود هنا. حياك الله أستاذ. بارك الله فيك أخوي. اسمك كريم. أخوك أحمد السميري. أحمد السميري، ما شاء الله جهد مبارك، فكرة رائعة جدا، يعني تقيمون من خلال الديكور، من خلال الكراسي والعلوم الزينة، إيش تقدمون هنا؟ والله الفكرة زي ما أنت شايف مقهى شبابي، يجون الشباب يجلسون على الطاولات، ينزلون الشباب طلبات كابتشينو، بعض العصيرات، بعض الحاجات، يجلس معهم أحد الدعاة، شباب الفضل الطيبين، يذكرونهم بالله، يسولفون معاهم، يتونسون معاهم. وبعد كذا نوجههم على المسرح وعلى فعاليات البرنامج. يعني يجلس الواحد هنا ياخذ طلبه مجاني. نعم يجلس طلبه مجاني، كابتشينو والطلب اللي هو يبغاه. انت شكل نفسك كابتشينو. نعم. اي نعم الله يحفظك. طيب وبعدها يجلس مع احد الشباب هنا. مع احد الاخوان الدعاء الفضلاء، يتونس معاه، يذكره بالله، يسولف معاه، إيه ياخذ رقمه للتواصل، يجلس معاه شويه، بعدها يوجهه للفعاليات الملتقى. ايضا معنا من ضمن الزائرين يعني وشاب المشاركين في هذا الكافيه الاستاذ خالد رباط. حياك الله. الله يحييك ويبقيك. حقيقه فكره الكافي شوب هذه اول مره تطرح هذه السنه في ملتقى البحر الصيفي، وهي حقيقه فكره رائده تقوم على استضافه شباب الذين يحضرون الى هذا الملتقى والجلوس معهم وتبادل اطراف الحديث. وكذلك الكافي هذا مجاني وليس ربحي. كنت جالس مع احد الشباب قبل كذا هناك، كيف وجدت تقبل الشباب لهذه الفكره وللجلوس ايضا معكم؟ ما شاء الله اكثر الشباب اللي جلس معهم واللي جلس معه الاخوان ما شاء الله كانوا متقبلين جدا لهذه الفكره، وكان الاعجاب بهذه الفكره والتواصل مع الاخوان والله اكثر من رائع، وهو ما زال في بدايته ونحن ما زلنا في اول خطوات تطبيق هذه الفكره، فالشكر موصول لله سبحانه وتعالى ثم للاخوان القائمين على هذه الفكره الرائعه، وان شاء الله انها تدوم وسنه باقيه. ملتقانا الصيفي، قد جئت بالانوار، تبدو منيرا فينا تنهل بالامطار. فيك التلاقي ينجلي بالخير موفورا ويكتب بالمطر، جئنا لنبلغ قمه بالبذل تبدو مثل. ايضا من ضمن الفعاليات المصاحبه في هذا الكوفي شوب يعني وجود الانشطه الرياضيه، يعني حتى الشاب اذا جاء هنا مو بس يشرب القهوه ويمشي، برضه يستطيع ان يلعب. معنا احد الزائرين، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اسمك كريم. انور احمد. انور ما شاء الله اول مره تزور هذا الفعاليه. اول مره. كيف الفعاليه؟ والله ما شاء الله تبارك الله، الشباب ما شاء الله وشغل محترم ما شاء الله تبارك الله، الله يديكم العافيه ميزان حسناتكم ان شاء الله. اللهم ايش اللي عجبك هنا في الكافي؟ والله الكافي ما شاء الله لمة الشباب والجلسات، وغير كذا برضو المحاضرات برا وجلسات الترفيه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله أول مرة تزور. أول مرة. كيف وجدتك؟ ما شاء الله ملتقى جدا جميل صراحة. ايش عجبك في الكافي هنا؟ هنا صراحة كل شيء، ما في شيء ما يعجبك. الجو مرة رايق يعني كويس، يعني تاخذ راحتك هنا، يعني قمة الروقان. بتألق والمسرح المزدان والأفكار تهميك الدرر. يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار. يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار، تبدو منيرا فينا.
ايضا مشاهدينا يعني كما ذكرنا هذه غرفه خاصه كما يقول الشيخ يعني محمد، غرفه خاصه اللي عنده استشارات. زارنا اليوم ابو سلمان سنفرح الجابر، حياك الله يسلمك ويبارك فيك. يعني الجهد واضح في الملتقى ككل يعني، لكن الان انت زرت اول مره تزور الكافي شوب؟ اول مره ازوره. وجدت الشغل؟ والله هو فكره ابداعيه، يعني اولا فكره كافي داخل الملتقى جدا رائعه وجميله، والشيء الثاني تجذب الشباب، يعني لما يدخل الشاب لهذا المكان يجد المكان المناسب، يجد طلباته موجوده سواء الكافي الشغلات هذه اللي يحتاجها، جلسات مريحه وهادئه، في العاب موجوده. انا شايف انها فكره ابداعيه وممتازه. يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي.